اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. الموهبه اللي معانا النهارده موهبه صاعده في القاء الشعر وفي كتابه الشعر كمان، هي بتكتب وبتلقي الشعر، يعني سنها صغير عندها 17 سنه لكنها بدايه لموهبه ان شاء الله تكون موهبه كبيره في المستقبل. خلوني ارحب بها جونير ملاك. اهلا بيكي يا جونير. اهلا هي بحضرتك. اسمك صعب شويه. ايوه. يعني ايه جونير؟ هو معناه مريم بالايطالي. بالايطالي. اه جونير انت منوراني. جونير من الله المنيا يخليك. من الصعيد وجايه لنا مشوار يعني مش قليل، جايه حوالي 6 ساعات في الطريق دي وهترجع ست حقيقة. ساعات زيهم، فانت مشرفاني يا جونير. ربنا يخليك. طيب قولي لي بدايتك بقى مع كتابه الشعر وانت أنا عندك كام سنه؟ كنت بكتب شعر، هو ما كانش شعر بالمعنى الحرفي، احكي لي يعني بقى. أنا كنت بحب الكتابة جدا من وأنا صغيرة. كنت مثلا انت أبقى صغيره اللي هو زعلانة، كام سنه؟ انت اصلا صغيره. أه يعني مثلا من وأنا في 6 ابتدائي كده مثلا، كنت مثلا أبقى زعلانة أروح أمسك ورقة وقلم وأقعد أكتب، فرحانة أمسك ورقة وقلم وأقعد أكتب، تعبري عن مشاعرك أه بالكتابة. ما يعني حاجة مضايقاني لازم أكتبها يعني. بس لحد بقى ما بدأت أخد في العربي في المدرسة النصوص والنشيد وكده، فقافية النصوص كانت بتشد ودني جدا، يعني كنت بحب أسمعها قوي. بس فبعد كده حتى المس بتاعة العربي كانت بتخليني أقرأ يعني النص وكده، كانت بتقولي أنت بتقوليه بطريقة حلوة خالص. بس اكتشفتي فيك الإلقاء بالظبط كمان بقى. بالظبط كده. بعد كده بقى قلت طيب ما أنا اللي أنا بحوله الورقة وقلم في الكتابة ده أحوله لحاجة ليها قافية كمان. بس فبدأت بقى من هنا، فابتدى يتحول بقى. وانتي في سنة كام؟ يعني من تانية إعدادي مثلا. بس طبعا كل ما بكبر بتتطور بيختلف اكيد. اول حاجة كتبتيها مش زي اخر لا حاجة، لا طبعا، الموضوع مختلف. أنا لو كتبت قصيدة النهاردة وقصيدة بكرة بتاعت بكرة بتكون أقوى من بتاعت النهاردة. طب يلا نسمع، يعني اقري لنا حاجة بقى. مش اقري لنا، يعني القي لنا حاجة انتي كاتباها. نقول حاجة، قصيدة اسمها أنا مستغنية. يلا بينا. فاكريننا لعبة في إيديهم، يسيبونا فبسهولة نرجع ليهم، وبكام كلمة قلبي يحن، وده طبعا طبعا في الحلم. أنا مستغنية، أنا مستغنية، مش حمل أعاشر ناس مؤذية وأقرأ كتاب. أنا حافظة نهايته، حدفت جروح على قلب كتير فاتعكست شروخ على مرايته، والقلب شاب كان لسه شباب عجزتوه، فأنا خلاص فتحت الباب وكل ماضينا خلاص انسوه. الباب يفوت بدل الجمل فيل، منكرش انه كان وقت جميل، لكن ربنا ما يعوده، كسرت قلبي وخنت وعوده، وراجعين تطلبوا احن واسامح، فاكريننا لسه بقلب امبارح، ورقه والكل يشخبط فيها، تغلطوا فيا فعديها، سبتولي جروح صعبه داويها، امسك فتسيبوا، اجمل فيكوا قدام الناس وانتوا في ظهري عادي تعيبوا، الفرق ما بينكوا وما بيني، انا كنت صفر على شمالكم كنتولي صفر على يميني، ففي دهي علاقتنا غلطة وهستحمل نتيجتها، وإن كان على جرحي فمسيره طيب، وأظن أنا كده عداني العيب، يعني لا هحكي حاجات ماهيش فيكو ولا أجيب سيرتكو مرة بسوء، بيني وبينكو الأيام وطباخ السم مسيره ضوء، وهتلفوا الدور الأيام هيرجع قلبكو خسران ندمان مكسور عشمان في رجوع، وقتها وقتها هتندموا قوي لما يرد عليكم قلبي ممنوع. الله عليك يا زونير. يعني بس انتي بتقولي لي انا كنت لما بحس حاجه زعلانه او فرحانه بكتب. دي كتبتيها ليه بقى؟ لمين؟ شويه مواقف، يعني هو مش موقف معين حصل، بس يعني حتى ممكن ساعات بكتب حاجات مش عني انا، ممكن عن الناس اللي حواليا، يعني ممكن مثلا لو شفت موقف حصل مع واحده صاحبتي والموقف يخصها هي ما يخصنيش انا في حاجه، ممكن اتاثر بيها واكتب حاجه عنها هي اصلا وعن بتعرفي اللي تستحضري حصلها. مشاعر شخص غيرك وتكتبي عنه. ايوه بس لما تكون حاجه مأثره فيا قوي يعني. فده بس موقف حصل اصلا؟ يعني ده موقف حقيقي ولا من خيالك؟ لا اكيد حاجات حصلت ده يعني. حاجات حقيقيه. أو مين شجعك بقى على كتابه الشعر؟ مين اول حد كتبتي حاجه ورحتي قلتي له اسمع كده؟ بابا وماما اكيد. بابا وماما. ببقى في الاوضه واطلع اقول لهم انا كتبت حاجه جديده يلا هسمعها لكم دلوقتي. ده اللي كل مره. لكن اول مره مين اول حد سمعك وقال لك؟ برضه هو بابا وماما، ما هم اللي معايا بقى في البيت وعارفين انا بكتب ايه ومش بكتب ايه. طب اول مره كتبتي قالوا لك ايه؟ هما كانوا بيشجعوني حتى لو هي ما كانتش احسن حاجه، بس هما كانوا بيشجعوني ان اكمل. بداوا ينموا فيا ان هما ودوني اكاديميه موهوبين، درست فيها شعر سنتين، فاضل لي سنه وابقى معيده فيها يعني. لا والله. بجد دي اكاديميه عندنا في المنيا تبع نيافه الانبا مكاريوس، عاملها فيها كل المواهب من المنيا ومحافظات تانية جنبيها. بس خدت مركز اول على السنتين ولسه هشارك السنه الجايه بقى السنه الثالثه. طب يلا نسمع حاجه ثانيه. نسمع حاجه ثانيه. نسمع. انت كاتبه حاجه اسمها جيل فاشل. اه
يلا. قالوا علينا جيل فاشل، وقالوا علينا جيل متدلع، الزمن في سباق معانا وابن اللذينة بيسرع، عمال بيكر في الأيام، ريح الدخان ده مستقبلنا هناك بيولع، على أي حسرة بتحسدونا؟ ده احنا قلنا نعيش يومين، جت كورونا، قلنا فترة وتعدي، مش قضية، قالوا هتقوم الحرب العالمية، وكل شوية يقوم زلزال، حتى ميزان حظنا مال ودخلنا في أزمة اقتصادية، الواحد أحلامه بتهرب، جت على الكام سنة اللي عايشينهم والدنيا تخرب، ده شباب جيلنا والله بتعاني، مصاريف تعليم وشقة وجهاز، فتح بيوت وعيشة وجواز، كل شيء أصبح بتمن، مبقيناش قدك يا زمن وعمال تصعبها علينا، كترت حواراتك وبلاويك، كفرنا عن ذنبنا فيك، فيا رب وهبنا الفرحة بدون أسباب، ومسير البهجة تدق الباب، وأكيد بكرة هتروق وتتعدل، والطعم الأفراح هندوق والحل والله هيتبدل، ونلاقي الفرح ويانا، يا صاحبي ده ربنا معانا ومش بيسيب، ومهما تضيق بيفرجها، الكل يسيب إيديك ويغيب، بيفضل هو بس قريب، تغيب شمس البشر والناس، وشمسك يا رب مش بتغيب. الله عليكي يا جونير، يعني انت ابتديتيها غامقه شويه بالظبط كده، وكورونا وحرب عالميه، حاولت ادمج كوميدي في حزين شويه، بعد كده بقى رحت قلت لا ربنا يفرجها بقى. ما هو انا عجبني ان انت ختمتيها بتفاؤل وبعشم في ربنا بالظبط. يعني هل انت لما بتيجي تكتبي بتبقي هدفك توصلي رساله من اللي بتكتبيه في المعظم، ولا بس تنقلي مشاعر؟ لا لا، في المعظم بحاول برضو يعني اركز على حته ان انا اخلي القصيده ليها هدف، لو سمعتيها يبقى ليها هدف ورساله توصلها لك، حاجه تعملي بيها. يعني انا بقول لهم امسكوا في ربنا، ايوه كل ده بيحصل حوالينا بس برضو احنا لسه واثقين فيه. يعني اللي انت قلتيه حالا ده لسان حال شباب كتير من بالزبط. جيلك والجيل اللي اكبر، وكلهم شايفين كده، يعني الدنيا كانت ماشيه حلو جت علينا يعني بالظبط. فانت يعني تناولتيها بشكل لطيف جدا وختامها حلو، يعني ما شاء الله عليك. بتنمي موهبتك ازاي يا جونيور؟ انا بقرا كتير. بتقري مين؟ كتير جدا، بقرا لاحمد فؤاد نجم، عبد الرحمن الابنودي، لا لناس كتير جدا، يعني انا مش عايزه اذكر اسماء عشان ما انساش حد، بس انا بقرا لناس كتير جدا وبسمع كتير قوي. يعني دايما مثلا اعرف ناس بتسمع مسلسلات وافلام، انا تلاقيني لا بسمع قصايد وشعر. بتسمعي قصايد لمين بقى برضو غير برضو الابنودي ونجم؟ هشام الجخ طبعا، يعني ما فيش حد يختلف عليه طبعا. بس وناس تاني كتير قوي، وفاروق جويده ونزار قباني وكل الشعراء العظماء دول بالظبط. كل واحد بقى بيبقى متميز في لون معين، انا بقى بحاول اقرا كله وبطلع انا بلون مختلف بقى. طب وطريقه الالقاء يعني دي، يعني عشان دي حاجه موجوده بالفطره بجد. يعني انت مش واخده من حد، انت عامله طريقتك الخاصه. لا هو انا يعني زي ما بتكلم معاكي دلوقتي بقول الشعر، بس ما بعملش حاجه جديده بس كده. يعني حسب ما بتحسيه بتقومي قايله بالظبط كده. طب ما تسمعينا حاجة كمان، نقول إيه؟ لنا حاجة ماشي. نقول الورث؟ أنت كاتبة حاجة عن الورث؟ مين قال إن الورث فلوس وحتة أرض وكام فدان؟ ده الورث بيتورث في الروح والدم الجاري في الشريان، لو حتة عقد وتمضي عليه، ولا ليه سوق يتباع فيه، ولا مناهج تدرسها، يا ناس ورثت في فلوس وكمن الحب ده مش ملموس، فالناس فشلت في تورثها، ده ضغور الدنيا بملايينها، لو يومها نتفارق انا واخويا، ده انا احس اخويا بالدنيا وميراث الحقيقي من ابويا، لا فلوس الدنيا دي تغنيني ولا اراضي الكون تخليني، انام واخويا زعلان مني، يا اخي ملعون الورث على سنينه اللي يبعد دمي عني، ده روحنا في بعض، ورث ايه ده اللي يجبر اخوات على البعد، ده فلوس الدنيا ما تكفي، لو كف اخويا يسيب كفي، حبينا ناس كتير وقليل، يفضل حبنا برضو جليل، وقلوبنا انوعدت توفي، الناس بتعيش تورث في أراضي ومحصول، أنا أبويا بيورث في أصول، والمعنى الحقيقي لكلمة حب، لو كل الدنيا بفلوسها في كفة، فأنا كفة أخويا اللي الطب، والدنيا بحالها ما تسواش، لو يوم في حياتي هيتعاش، وأخويا زعلان ومش جنبي، الفلوس بتيجي وتروح، الحب المنسوك في الروح، ملهوش قطع غيار، فادي الحب وادي المال وادي البيوت المبنيه، اختار زي ما تختار، ده راجع لاصل وتربيه. انا بحييكي جدا جدا على اختيارك لموضوع القصيده دي تحديدا.
ميرسي، ربنا يخليك. يعني بنوته في سنك 17 سنه ومدركه لموضوع زي ده، جات لك فكرته منين؟ بتحصل حوالينا حاجات كتير قوي كده، كتير جدا، بس تقريبا ما فيش عيله ما فيهاش الموضوع ده. ده بجد يعني في الصعيد بالذات موجود. فانت بتقولي انه العلاقه، علاقه الدم ما بين الاخوات اهم من اي فلوس. بالظبط، اهو دي برضو بحاول اوصل للناس حته ان هم يورثوا محبه، مش مهم تورثوا فلوس والكلام ده كله، كله ده هيروح، بس مهم تورثوا محبه وان الناس تفضل تحب بعضها، يعني ده اهم من اي يعني حاجه. والله يعني ما شاء الله عليك. يعني شوفوا ال ال الناس، في ناس قد عمرك مرتين وثلاثه ما عندهمش المعاني الجميله اللي انت بتقوليها دي. ربنا مبسوطه يخليك، بيكي قوي يا جونيور. ربنا و يخليك. وقولي لي نفسك في ايه؟ انت في مرحله الثانويه العامه دلوقتي؟ كام، تانية ولا انا تالتة؟ في تانية ثانوي. تانية ثانوي. طيب نفسك تدخلي كلية ايه؟ تدرسي ايه؟ هو انا مش حابة ادرس حاجة لها علاقة بالشعر خالص، لان انا شايفة ان الشعر هو موهبة اكتر ما هو دراسة، يعني انا ما مش حابة انت ادرسه بالفعل كدراسة. بتعملي يعني بتنمي ده في اكاديمية موجودة. بس ده بننميها كده عامية وحاجات، لكن الدراسة بقى بيبقى فصحى وحاجات صعبة انت مش عايزة تدخلي في لا مش حابة اتعمق في ده، عشان كده هتعمق فيها كدراسة، لكن انا موجودة عندي كموهبة، فاهماني؟ بس يعني مش محتاجة طب عايزة اني تدرسي، ادرس. تدخلي كلية ايه؟ هو كل اللي يجيبه ربنا كويس دكتورة، يعني. شكلك دكتورة علاج طبيعي. صح؟ انا حسيت شكلك دكتورة والشعر يفضل عندك كموهبة، بس مش بالظبط. عايزة تبقي شاعرة، يعني مش عايزة. لا هو اكيد عايزه انمي موهبتي يعني، واكون احقق حاجه كبيره فيها يعني. هتحترفيها، هتبقي محترفة في الموضوع. باذن ربنا يعني. بس لما طب احنا هنسمع حاجة أخيرة عشان وقتنا خلص، نسمع سمعينا حاجه ايه؟ نختم بإيه؟ أقصى نسمع الطموحات، نختم نسمع بقى بمناسبة إن أنتِ كنت بسألك عن طموحاتك، نختم بأقصى هي الطموحات. ملهاش علاقه، بس ماشي. بجد؟ طب يلا. اقصى الطموحات نجني اللي زرعناه، زرعنا الناس فدادين ياما مجانين اراد. شفتي اقصى الطموحات؟ ندي زي ما بناخد ونصون نتصان. اقصى طموحات الواحد يلاقي امان، امان في العلاقات وناس تبقى على العشر، عطينا بدل الفرصه تسعه. وفي الاخر البذره يوما ما تنبت وتزرع، تقطع ايد اللي سقاها وتعيب على نشفان التربه وتنكر فضل اللي رواها. انا مش ملاك واكيد غلطانه، لكن انا برضو مش شيطانه. انا اللي قدمت السبت ما لقيتش الحد ولا اتنين ولا تلات بامانه، حتى الحد اللي حاربت عشانه ما بقتش موجوده في حياته. انا اللي اكلت حمام ولما طار عبت على جناحاته. اللي اقدر اقوله الناس فترات وبالتدريج كله هيفارق، ما هو لو كان وجودك فارق ما كانوش هيمشوا. لمم دموعك وارجع استقوى، اقف على رجلك من تاني وكون اقوى اللي يمشي بالسلامه. ولا امره يهمنا ولا غيابه، لا سمح الله هيهدنا، ده يزيدنا ويقوينا ويعلمنا نقوي نفسينا بنفسينا. انجح بنفسك ولنفسك واغلب اللي ينافسك، انجح عشان تشوف الندم في عيون اللي راهنوا على فشلك. انجح بنفسك ولنفسك. الله عليكي يا جونير، يعني انا بتمنى لك كل التوفيق وبتوقع لك مستقبل مبهر وجميل. جونير ملاك، الموهبة الصاعدة في كتابة وإلقاء الشعر، نورتيني أنا اتبسطت وشرفتيني. جدا بوجودي معاك النهاردة. وزي ما قلت لكم يعني هي جاية لنا من المنيا، جاية في القطر 6 ساعات وبعد الحلقة راجعة تاني 6 ساعات. أنا بشكرك على إنك جيت لنا كل المشوار ده. نورتينا جونير.